ايه عشان ايه بتعيب مش لاقي كلام هقوله مش لاقي كلام اقوله مش لاقي كلام اقوله والقلت اقول لمين عالفيلم والسيناريو بتاع صدام حسين ليه عشان ايه خلاص مات الكلام وكله في التمام والمسرحية خلصت وتنفذ الاعدام ليه بتاع ايه عشان ايه ونزلت الستارة واللعبة اتفبركت وبانت العبارة والطبخة اتسبكت ليه عشان ايه والحكم اصدروه واتفقوا ونفذوه وكأنه انا الضحية في العيد بيذبحوه كأنه انا الضحية في العيد بيذبحوه في العيد بيذبحوه كده وصلت الرسالة لينا كلنا والناس في كل حتة هتاكل وشنا ليه الناس في كل حتة هتاكل وشنا سيناريو تمثيلية محبوكة مية مية بريء او مش بريء مش هي دي القضية ليه عشان ايه محاكمة امريكاني محاكمة امريكاني محاكمة امريكاني باسم نيل يهود ما بقاش دلوقت ينفع اللط مع الخدود ليه عشان ايه ما بقاش دلوقت ينفع اللط مع الخدود اللط مع الخدود لو كان الحكم عربي كانت تبقى هوينا او حتى في الكويت او اسمه عندنا ناس تزعل وتفور دمنا والذل والإهانة بتزود كرهنا الذل والإهانة الذل والإهانة حاجات يا ناس تزعل وتفور دمنا والذل والإهانة بتزود كرهنا شعر المسلمين وفي شهر الحرمانية والشهر حرمانية الشهر حرمانية الناس معيدين والناس معيدين يبقى الحكم باطل وغصب عننا ولحد امتى نسكت على ناس بتذلنا لحد امتى نسكت على ناس بتذلنا على ناس بتذلنا مؤامرة ودبروها ضد الإنسانية وتلموا ونفذوها يوم عيد الضحية اتلموا ونفذوها يوم عيد الضحية يوم عيد الضحية اشمعنا اخوه الصغير اللي بعد العيد سابوه صدام عدموه لوحده ما هو برضو أنا سخوه ما هو برضو أنا سخوه برضو أنا سخوه زعلان على بيروت وعلى فلسطين كمان وكفاية وقف حال والله يا ناس حرام والله يا ناس حرام والله يا ناس حرام ليه أسلوب يا ناس حقير أسلوب يا ناس حقير محدش يقبله وازاي واحد اسير يتهان ونبهدله ليه ازاي واحد اسير يتهان ونبهدله في ناس فرحانة فيه وناس لا تريقة وناس بتقول ده كله حاجات متلفقة ناس تقول ده كله حاجات متلفقة حاجات
يا مسلمين والعهد يا مسلمين امريكا واسرائيل يا ما عملوا كتير نصايب قالوا نضرب المربوط علشان يخاف السايب ليه عشان ايه اللي عاملين مجازر اللي عاملين مجازر اللي عاملين مجازر سايبينهم ليه بقى هاتوهم واعدموهم على حرب المشنقة مجزرة بيت حنون مجزرة بيت حنون مجزرة بيت حنون مش أول مجزرة إن كنتوا نسيتوا هاتوا دفاترهم تنقر كل اللي عايز اقوله انا لسه ما قلتهوش يا عم واحنا مالنا ما تسيبنا نام خفيف وما تجرجرش رجلي كلام ماهوش ظريف عشان